استكمالا لجولات الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، التقى المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وذلك في مقر دار الإفتاء المصرية. أعرب المستشار محمود فوزي عن سعادته لزيارة دار الإفتاء المصرية، المؤسسة العريقة التي تتحدث بلسان الدين الحنيف وتوضح للمسلمين الحق وتزيل ما التبس عليهم من أمور دينهم ودنياهم. وأضاف رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أن دار الإفتاء شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 2014 تطورا كبيرا على المستويات كافة.